مدارس منارات تبوك النموذجية الأهلية، بناء الشخصية هدفنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا العلم النافع الذي يقربنا منك ويؤنس وحدتنا في قبورنا يا رب. أحبائي وأعزائي طلاب متوسطة منارات تبوك الأهلية، نواصل ما بدأناه معا ونستكمل دروسنا في مادة الدراسات الاجتماعية، واليوم للصف الثالث المتوسط. ودرسنا اليوم في الوحدة السابعة موارد المملكة، الدرس العاشر السياح. تكلمنا في السابق أحبائي عن موارد المملكة، وكنا تتعدد وتنقسم تتعدد موارد المملكة وتتنوع إلى عدة موارد كثيرة، وأخذنا منها المياه، مورد المياه، وأخذنا مورد النفط والغاز الطبيعي والمعادن، والحصة السابقة أخذنا الصناعة والتجارة. درسنا اليوم بيتحدث عن مورد السياح. أولا، ما مفهوم السياح؟ ماذا تعني كلمة السياح؟ السياح هي انتقال فرد أو مجموعات من منطقة إقامتهم إلى مناطق داخل الوطن، هذه يطلق عليها سياحة داخلية، أو دول أخرى وبلاد أخرى خارج الوطن، وهذا يطلق عليها السياحة الخارجية، بهدف قضاء وقت ممتع وللمتعة والاستجمام والتعرف على ثقافات أخرى من البلدان الأخرى. هذا تعريف أو مفهوم السياحة. ولقد من الله سبحانه وتعالى على وطننا الغالي بكنوز متنوعة من مناظر طبيعية وسواحل بحرية وآثار تاريخية، كلها أدت إلى عوامل جذب السياح إلى المملكة العربية السعودية، وسعت حكومة بلادي إلى استثمار هذه الموارد وجعلها تفيد في مجال السياحة، مما يزيد السياحة في وطني، مما يزيد الدخل الذي يؤدي إلى زيادة الدخل في وطني، فيقوى اقتصاد وطني ويتنوع من خلال مورد السياحة. وطبعا لا تخفى علينا رؤية 2030 التي اهتمت بكل الموارد في داخل وطني وتنويع كل الموارد، وكان من ضمن هذه الموارد السياحة. من أهداف رؤية 2030 تنمية السياحة في وطني وتطوير قطاع السياحة بجذب العديد من الكثير من السياح إلى وطني من خلال الاهتمام بالمقومات التي تقيم عليها أو تقام عليها السياح. عندي مناطق سياحية كتير في وطني، السواحل البحرية، سواء عندي السواحل البحرية على البحر الأحمر أو على الخليج العربي، عندي مناطق تاريخية زي منطقة العلا في مدائن صالح، في منطقة العلا، في العلا، في منطقة تبوك، عندي منطقة الدرعية أو مدينة الدرعية التاريخية، عندي العديد والعديد من المقومات التي تقوم عليها السياحة في وطني. ومن أبرز هذه المقومات يا شباب التي تقوم عليها السياحة في وطني، الاقتصاد الكبير، عشان أستطيع أن أنا أقوم سياحة وأنمي مورد السياحة لازم يكون عندي اقتصاد قوي. اقتصاد قوي، من خلال هذا الاقتصاد أستطيع أن أنمي جميع المجالات السياحية في كل مناطق وطني. المقوم الثاني أو المورد الثاني هو الشعب المضياف. لازم يكون الشعب عنده وعي وثقافة باستقبال الضيوف، حسن استقبال الضيف و مساعدتهم إذا تطلب الأمر،
فلذلك كل هذه الأمور تساعد على انجذاب السياح إلى وطننا الغالي. عندي كذلك قبلة المسلمين. المملكة العربية السعودية تتمتع بمكانة خاصة لكل المسلمين في كل بقاع العالم بسبب وجود المسجد النبوي والمسجد الحرام وجود الكعبة المشرفة داخل وطني وهي مهد الإسلام، فلذلك تتميز بهذه المكانة في كل الدول أو كل البلاد الإسلامية. عندي كمان المساحة الجغرافية الكبيرة. تعلمنا أو درسنا في السابق أن مساحة المملكة العربية السعودية 2 مليون كيلومتر مربع، وهذه مساحة تعد مساحة كبيرة بالنسبة لدولة، فالمساحة الكبيرة بتساعد على تنوع المناطق السياحية من مناطق جبلية من مناطق ساحلية إلى مناطق صحراوية. كل هذه المناطق أو التضاريس بتساعد على جذب السياح إلى وطن. من مقومات السياحة أيضا التراث الحضاري. تتمتع المملكة العربية السعودية بالتراث الحضاري العريق الممتد عبر سنوات، وتتميز بها في هذا الأمر. مقومات السياحة أيضا الموقع الجغرافي لوطني، وكنا أخذنا في السابق أيضا أهم مميز موقع وطني أنه يتوسط قارات العالم الثلاثة آسيا وإفريقيا وأوروبا، فلذلك يعد الموقع الجغرافي من أهم المقومات السياحية لوطني الحبيب. عند أيضا مقومات السياحة التنوع الجغرافي والبيئي لوطني. أهمية السياحة في المملكة العربية السعودية. لماذا تهتم المملكة العربية السعودية بتنمية وتطوير مورد السياحة في وطن؟ اهتمت مؤخرا المملكة العربية السعودية بالسياحة ومورد السياحة حتى يتنوع لديها الاقتصاد والموارد الاقتصادية. لذلك اهتمت حكومة وطني متمثلة في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ووزارة الثقافة والهيئة العامة للترفيه بتنشيط السياحة وتطوير موارد السياحة لعدة أسباب. منها أنا بهتم بالسياحة أولا زيادة الدخل الاقتصادي. عندي موارد كتير، عند النفط، عند الغاز، عند الزراعة، عند الصناعة، عند التجارة، كذلك عندي السياحة. كلما تنوعت الموارد الاقتصادية زاد الدخل الاقتصادي للدولة. إيجاد فرص عمل للمواطنين. كلما تطور وكبر وتنشطت السياحة في وطني كلما زادت فرص العمل لشباب وطني. كذلك إبراز المكانة التاريخية للبلاد. عندما يأتي السياح إلى وطني ويرون ويشاهدون المناظر الطبيعية والتراث الوطني والأماكن التاريخية، فكل هذا يساعد على إبراز المكانة التاريخية لوطني. كذلك الإسهام في زيادة الإنتاج المحلي. بزيادة السياحة وتطوير السياحة فيؤدي ذلك إلى زيادة موارد وطني وتطوير وطني، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي. وأخيرا توفير برامج للترويج وقت قضاء الإجازات. هذا بالنسبة للمواطن. وفر برامج في وقت الإجازات، يبقى المواطن السعودي أكثر من مجال أو أكثر من مكان يقدر يذهب للسياحة والترفيه عن نفسه وعن أسرته من خلال السياحة. وهنا أحبائي نكون قد انتهينا من درسنا اليوم، وإلى لقاء آخر. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.